مساء الخير مجددا. يعرف سرطان الثدي بأنه نمو غير طبيعي وعشوائي لأنسجة الثدي، وهو يعد من أخطر أنواع السرطان إصابة، حيث يتسبب في أعلى معدل للوفيات بين النساء سنويا، علما بأن نسبة النجاة من هذا السرطان ضئيلة جدا، إذ تبلغ حوالي 1% فقط في حال تأخر اكتشاف المرض وعلاجه. ولذلك أطلقت وزارة الصحة السعودية البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونجح في اكتشاف عدد من السيدات المصابين بسرطان الثدي بعياداته المتنقلة والثابتة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة هيفاء نصري، المنسقة العلمي للبرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور، أعطينا فكرة أكثر عن هذه الحملة. هو قبل الحملة، نحن هلا عنا حاملة بشهر أكتوبر، بس قبل الحملة بس حابة أعطيكم فكرة عن البرنامج الوطني لكشف مبكر عن سرطان الثدي. هذا برنامج تابع لوزارة الصحة. يعني أحيانا بصير إنه يفكروا جمعيات، لا، هو عبارة عن برنامج تابع لوزارة الصحة بيقدم خدمة متكاملة للسيدة، بدءا من كشف السرطان لا سمح الله، يعني لشيء بتعتازه بعدين من معالجة، من تشخيص ومعالجة، فبيقدم خدمة متكاملة. فهو برنامج كما أنا تابع لوزارة الصحة، هلا ابتدينا فيه إن شاء يعني مدينة الرياض، وإن شاء الله بعدين حنتوسع فيه تدريجيا ليش من كل أنحاء المملكة. طيب لو نعرف أكثر، أنتوا إيش بتسووا؟ يعني كيف آلية العمل الآن؟ أنتوا متواجدين في مواقع عديدة، إيش بتعملوا إيش بتسووا؟ تمام. هو السبب يعني حتى إنشاء هالبرنامج هذا، لأنه سرطان الثدي بتعرفي هو السرطان الأول يعني عالميا، والمملكة السرطان أول على مستوى يعني عند النساء كمان. فأهمية هالمرض هذا وانتشاره خلى أنه يعني دافع لإنشاء برنامج وطني للكشف المبكر عنه. فلهالسبب هذا بلشت وزارة الصحة أنشأت هالبرنامج وقدمت خدمة للسيدات من خلال عيادات. إحنا عنا هلأ تقريبا 5 عيادات، 3 عيادات متنقلة وعنا عيادتين ثابتين. العيادات الثابتة بحياة واحدة بحياة مول، والعيادة الثانية بانوراما المرأة بالتخصص، يعني لأنه في كذا بانوراما. وعنا 3 عيادات متنقلة، عيادة منهم بشميسي، مستشفى شميسي، والثانية مستشفى عبد الرحمن الفيصل، الإمام عبد الرحمن الفيصل، وفي عنا عيادة ثالثة بالأحوال المدنية بالوشم. طيب هدول عيادات متنقلة بتحركوا. هذه عيادات متنقلة الهدف منها إنه سيدات يدخلوا ويعملوا الكشف المبكر. تمام. نحن يعني ليش شو الخدمة اللي بقى بتتقدم خلال هالعيادات؟ هي خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نحن صرنا نربط حتى هالعيادات، مو إنه كشف مبكر عن سرطان الثدي، صرنا نربطها بصحة الثدي. هلا كيف مثلا الست بتعتني بصحة مثلا جسمها بشكل عام وبتشيك على جسمها، فلازم تشيك على صدرها. فصار اسمه يعني حتى العيادات مسمين عيادة كشف عن صحة المرأة. طيب. لأنه في خدمات تانية مقدمها بإضافة للكشف عن سرطان الثدي. الخدمة مثل ما قلنا الأساسية هي الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالعيادات هي، وبالذات هي التصوير الشعاعي بالماموغرام، لأنه الماموغرام هو أفضل طريقة لكشف مبكر عن سرطان الثدي. هذا بيكون في كل العيادات المتنقلة، كل عيادة جهاز اسمه الماموغرام، هو تصوير شعاعي، هي أحدث وسيلة هلأ عالميا متوفرة وأكثر وسيلة فعالة. فمن الحمد لله أمنت المملكة كما قلت لك من خلال عياداتنا. طيب دكتورة هيفا، نبغى نعرف يعني لو في حال أنه سيدة دخلت على العيادة المتنقلة دي أو أي واحدة من عياداتكم واكتشفت لا سمح الله أن هي مصابة بالسرطان، إيش الآلية؟ كيف أول شيء أعرف يعني كيف تبلغوها وكيف آلية تمام عمل العيادة؟ إحنا أول شيء نسبة يعني السرطان، هو عم نقول إحنا سرطان الثدي أنه منتشر والسرطان الأول، بس كأعداد يعني مو هالأعداد أنه الكبيرة ممكن يخاف الواحد أنه أي سيدة ممكن يطلع عندها. أيوة. نسبة السرطان قليلة عموما. أيوة. فكتير من السيدات تجينا نسبة قليلة كتير لنكتشف منهم أنه واحدة عندها سرطان ثدي. مثلا إحنا لهلأ الحمد لله يعني أنه لهلأ إحنا مثلا فحصين 30,000 سيدة. أوكي. اللي اكتشفنا عندهم سرطان ثدي 170، والحمد لله، فعدد قليل جدا. السيده اللي بتجي لعنا وبيتم كشف، اول شيء احنا مساوي لها تصوير شعاعي بالماموغرام. هالصور الشعاعيه يعني احنا عندنا اليه للعمل، هالصور الشعاعيه اللي تساوى للثدي طبعا بالعيادات بيتم نقلها عن طريق النت لمستشفى الملك فهد الطبيه. فبيتم قراءه الصور الشعاعيه بالمستشفى من خلال كونسلتنت، عندنا خبيرين بيقروا الصور. فبعد قراءه الصور ممكن تطلع انه حاله مشتبهه بالماموغرام، لسه ما قلنا عندنا سرطان ثدي، انه بس في شيء غير طبيعي مشتبهين فيه بالصور، فالسيدة بدها مزيد من الفحوصات. أوكي. فبيتصلوا بالسيدة اللي هي بتطلع انه سسبكتد او انه مشتبهة، بيتصلوا فيها تليفونيا من العيادة من المشفى، وبيعطوها موعد انه تجي عليه لاجراء مزيد من الفحوصات، يعني
مشان نتاكد من التشخيص تمام. فالسيده لما تروح على المستشفى بيصير لها فحوصات ثانيه، مثلا من تصويب بالالترا ساوند، مثلا ممكن نعادل ماموجرام كتشخيصي، ممكن نعمل ام ار اي لدرجه الخزعه، فبعدين هذا ممكن تطلع سلبي كمان وتطلع ايجابي. اوكي، الايجابي طبعا بتدخل المرحله الثانيه هي مرحله ايجابي معالجة. بس عشان نوضح لهذا انه ايجابي معناته سرطان الصدر. تمام. طيب بتدخل المرحله الثانيه هي مرحله المعالجه بمدينه ملك فهد الطبيه، فهذا كله بيتامل للسيده من خلال برنامجنا. طب المواعيد دكتوره، يعني من بدايه الكشف في العياده المتنقله الى زي ما حضرتك ذكرتي مركز أوكي. الملك فهد مدينه الملك فهد قد ايش المده اللي ممكن تاخذوها، واليه العلاج يعني مراحل العلاج قد ايش المده اللي ممكن تاخذها المريضه؟ تمام. احنا مثل ما قلنا البرنامج بيميزه كمان السرعه. يعني ما تصفى هلا اذا السيده راحت لاي مكان ثاني يمكن تاخذ وقت بين انه يعملوا لها التصوير والتشخيص اذا طلع عندها شيء مشتبه وبين ما تاخذ معالجه. نحن بنقدم الخدمه كلها باسرع ما يمكن. فتصوري النتيجه بتنعطى خلال ايام، احيانا 3-4 ايام بتاخذ نتيجه سواء ايجابي او سلبي. أوكي. تمام. الفحوصات الثانيه بمدينه ملك فهد الطبيه يعني ما كل ما راح تمر فيها بتاخذ 10 ايام يمكن لتاكيد التشخيص. تصوري قديش يعني الحمد لله. والعلاج والعلاج بقى هي بتاخذ وقتها، انه طبعا بالعلاج بيكون في تيم بيقرروا نوع العلاج اللي لازم مناسب لها، وبتدخل على طول بالعلاج كمان. فهذا يعني انه ميزه البرنامج انه في سرعه بالبرنامج. الشغله الثانيه اللي احنا انه لنخفف على السيده ما تاكل هم انه مثلا بدي اخذ موعد وروح ما اروح قبل الظهر وبعد الظهر، فنحن عياداتنا تقريبا فاتحين شيء قبل الظهر وشيء بعد الظهر. طب جميل، المشاهدين الان بيشوفونا واضحه على الشاشه صور العيادات اوكي. في عنا عيادات المتنقلة هي أكثريتها بتفتح اللي بجهات حكومية مثل مستشفى الشميسي مثل الوشم بتفتح الصبح من الساعة 8-3. العيادات اللي بالأسواق بحياة مول وبانوراما بعد الظهر من 4-10، وحتى انه في بالويك اند يعني مثلا احنا عن السبت فاتحين العيادات بس الجمعه هي العطله. حقيقي نشكر جهودكم دكتوره. الله يخليكي. ويعني الله يعطيكم القوه والعافيه. الله يخليكي. سؤال دكتوره، الان اللي بيجوكم او وبيستقبلوا العلاج هو مقتصر فقط للمواطنين ولا مواطنين ومقيمين؟ هو احنا للسعوديين بس، السبب انه ما عملنا للسعوديين وغير السعوديين، طبعا كله بالنسبه لنا واحد، بس لانه السعوديين عندهم تامين صحي بالمشافي. اوكي، فهي ايوه تمام، فنحن بنقدر نكمل مع السيده لحتى المعالجه، اما غير السعوديين صعب ما في تامين. معلش حضرتك قلتي تامين قصدك يعني تامين بالمشافي، تامين طبي. طب يعني اي احد عنده ممكن تامين طبي حتى مثلا ممكن والله نحن تعرضنا انه مو الكل عنده، فصعب تعرفي انه هي عندها وما عندها ونقعد ندخل باشكالات هي. نحن يعني دقيقه بس عشان نوضح، يعني هو للمواطنين السعوديين فقط. بس لانه مثل ما قلت لك بنقدر اذا احتاجت اجراءات تشخيصيه بالمشافي او معالجه انه بسهوله بنقدر نكمل معها. مشافي حكوميه ولا مشافي حكوميه؟ طيب جميل. طيب دكتوره، اهداف الحمله بشكل عام، اذا نحكي عن الحمله الوطنيه هلا بشهر اكتوبر ان شاء الله. أيوة. احنا هي انه بلشت طبعا بعد العيد. بلش اكتوبر. فنحن فعالياتنا كلها ان شاء الله من الاسبوع هلا الجاي حتبتدي كلها، يعني هلا ترتيبات وهي وان شاء الله بنفعلها تمام الاسبوع الجاي. حمله اكتوبر يعني انه يعني نشطت الاعلام كثير والتوعيه للسيدات، انه كل سيده مثلا احنا بتعرفي الفئه المستهدفه بالكشف عن سرطان الثدي هي سيدات عمر 40 سنه فما فوق. فنعمل فعاليات كثير وانشطه كثير خلال الشهر. بدون سن 40؟ بدون سن 40 ما في، احنا عندنا ممكن بين 30 و40 اذا في حالات خاصه مثل شو؟ اللي عندهم قصه بالعيله. قصة إصابة بسرطان ثدي أو مبيض أو مثلا عامل وراثي أو قصة معالجة شعاعية هن صغار على الصدر، يعني حالات خاصة بنقبل فيها بين 30 و40. أما هو عموما دون أي شرط من 40 سنة فما فوق. طب في حتى أقل من 30 هذول لما ينضموا للحمل؟ هو سرطان ثدي أكيد ممكن يصيب أي سيدة أي عمر. أيوه. طب ليش حددتوا السن المعين ده فقط؟ لأنه نحن هو فحص هذا مكلف جدا وبده ستاف حتى يعني قوة عاملة بشكل. فنحن إذا سرطان الثدي ممكن يصير بسن العشرينات عند السيدة بس قليل كتير نادر، بين 30 و40 أقل. تمام. أكثر شيء قمة الإصابة ب40 سنة فما فوق. حتى نحن قمة الإصابة بنقول بعمر 47 48 49. فنحن لما تطبقي فحص للناس كلها تطبقيه على الفئة اللي أكثر شيء ممكن تكتشفي فيها الحالات. اما مثلا اعمل بالعشرينات او الثلاثينات وما اكتشف حالات قليله جدا وفحص مكلف صعب. وغير هيك هو عشان حالات قليله كان يعني يفترض ان هم يقوموا بالفحص يطبق هيك شروطه. انه مثلا بالفئه اللي اكثر شيء بتتوقع فيها الاصابات. طيب سوري، الشغله الثانيه انه المامو مو حساس للفئه العمريه الصغيره بالعشرينات بين 30 و40، حتى بنضيف له اداه ثانيه مثلا مثل الالترا ساوند معه
فحتى حساسيه الماما بتقل. طيب دكتوره ايش النصايح اللي ممكن توجهيها الان لمشاهداتنا الكرام بخصوص الفحص والكشف المبكر؟ تمام، نحن باعتبار الحمله الوطنيه نحن طول السنه شغالين على انشطه وفعاليات، بس طبعا نحن مركز اكثر بالحمله وبتكون هي بدايه لنا للسنه كلها نكمل على نفس النسق يعني. فانا بتمنى من كل ست يعني انه عمرها 40 سنه فما فوق انه تبادر لها اجراء الفحصات. لا احنا اذا نبغى نوجه كلمه الان للمشاهدات، اي سيده باي سن معين لازم تتجه للكشف المبكر. لا، الكشف المبكر بالماموجرام اللي احنا عم نوفره بعياداتنا من عمر 40 سنه فما فوق. فحتما يعني في وبين 30 و40 مثل ما قلنا، اذا في قصه عائليه لاصابه بسرطان ثدي او مبيض او شغلات ثانيه اقل يعني عامل وراثي وقصه معالجه شعاعيه. وبتمنى كل ست كمان سوت هالتجربه يعني عملت هالفحصات تشجع اللي حواليها، يعني اذا الواحد كل انسان ابتدى بنفسه وشجع اللي حواليه صدقيني بيوصل لاعداد كثير حلوه. تمام، وخاصه انه الفحص اللي احنا عندنا مجاني بيتقدم، مثلا مجرد الست ما تروح على عياده بدون موعد بنستقبلها دغري على طول. فما في اشكالات يعني انه شيء ياخذ من وقتها وبدها تنطر وكذا، ما فيها شيء كله. وبعدين مثل ما قلنا خدمه متكامله عم نقدم للست. يعطيك العافيه دكتوره هيفا نصري. اذكركم مشاهدينا الكرام بالتفاعل في هاشتاج رسائل سيدتي الورديه لكل شخص او لكل سيده عندها تجربه مرت بها او في المحيط اللي حواليها، يا ريت تشاركنا فيها. شكرا لك دكتوره هيفا نصر المنسق العلمي للبرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي. مشاهدينا فقرات سيدتي انتهت، وبكده يعني نشوفكم ان شاء الله بكره في فقرات جديده وشيقه.